اول فيديو هعمله لكم عن ازاي تشتروا بطيخ. يلا بينا. انا ليه بقى اخترت لكم سوق الجمله؟ علشان خاطر نروح لاصل الحاجه. انا هنا يا ستات من قلب سوق الجمله، من قلب سوق البطيخ نفسه، عشان اعرفك ازاي تشتري البطيخه وتنقيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جايه اسال حضرتك، عايزه اعرف الستات ازاي ينقوا بطيخه. والله البطيخ بتاع الصيف بيبقى احسن من بطيخ الشتاء. اول بند نشتري بطيخ من مصدر موثوق منه، تمام، فكهان يكون معروف. بطيخه تكون حلوه، كانت خبطتها كاتمه كده حلوه. بطيخه تعرفين ان هي لو طلعت حمراء ومش مسكره هجيبها لك تاني. ما هو ده الحاجات اللي هي بتقولها لنا للزباين. أيوة. واخضر فاتح ولا غامق؟ ده وده. تمام. اخضر فاتح واخضر غامق، ان هو النوع واحد. والطعم بامر الله بيبقى جوده عاليه ونوع نضيف وحاجه بالصلاه على النبي. طب ما تعرفوش اللي ميتها كتير عن اللي ميتها قليله؟ بتتعرف حسب البطيخه، البطيخه الطريه بتلاقي ميتها كتيره، اول ما تفتحيها تشر عليكي. لكن ما بتعرفش قبل ما تفتح. لا ما انت بتخبطي عليها. لما بتخبط عليها بتلاقي مكتومه وتقيله. بتلاقي مكتومه وتقيله وناشفه. هتلاقي البطيخه ما فيهاش ميه كتير. لكن البطيخه الطريه اللي هي طريه جامد دي تيجي تشوفها. خبطتها بترن دي بتبقى مقصره، تبقى هي ناشفه شويه. لكن اللي هي طريه جامد وتيجي تشقيها تنزل المايه دي كلها. طبعا بتبقى ملهاش لازمه. ايه الفرق بين البطيخ الجيزه وبطيخ الاسكاتر؟ البطيخ الجيزه ده بيبقى بذره اللي هي الطقمه اللي هي الشتله بتاعته بتبقى اسمها كده جيزه. لكن البطيخ الاسكاتر برده بيبقى ليه اسم معين حسب البذره او حسب النوع. البذره ما بتيجي من اللي هي الدول اللي بتبعت لنا البذره بتاعتها اللي هي بتزرع هنا في مصر. ولا الاثنين زي بعض؟ لا في الجوده الاثنين زي بعض. في الجوده الاثنين زي بعض، بل الجيزه عشان احنا عارفينها من زمان الزمن. اللي هي بطيخه خضراء ولبتها سودا اللي هو الاخضر الفاتح. الاخضر الفاتح اللي انت هتفتحها اللي احنا نفتحها. طب يلا ورينا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. لا كولي. جميله. مانجا مش بطيخ. تحفه. ده مانجا يا باشا مش بطيخ. انا جيت لكم سوق الجمله علشان تعرفوا ازاي تشتروا البطيخ، ويا ريت تشتروا من عند المعلم فرحات. ماشي يا فندم، واحنا جزيرا نشكرك الشكر، وبامر الله جودتنا عاليه ونكون عند حسن ظنكم. انا كده جبت لك المعلم فرحات يقول لك اساس البطيخ وتنقيها ازاي. لو جبتيها وطلعت قرع انا مش مسؤوله وماليش دعوه. وطبعا استحاله اطلع من السوق من غير ما اجيب بطيخ. جبت البطيخه وطلعت على موقف الميكروباص عشان اركب الميكروباص صديقي. الناس اللي مفكراني قاعده في العربيه وراح جايب العربيه، هو ده اللي انا بركبه راح جايبيه.